مشاهد تيسير الجاسم يلعب بين الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 90. نجم الأهلي أهلي جدة، هذه كرة ثابتة الآن للمنتخب السعودي. السعوديون الباحثون عن الهدف، التسديد الآن لكن تنصد في الدفاعات العمانية. تبقى الآن للمنتخب العماني في منتصف الميدان، هجوم مرتد في الجهة اليسرى، العمانيين الآن أخطر. فوزي بشير الأسمراني يحاول إيجاد الصديق، تأتي النجدة من الخلف، المنتخب العماني يضطر إلى العودة، مقلق، كل الطرق مقلقة أمام المنتخب السعودي أو العماني في اللقطة الماضية. الآن كرة تلعب طولية إلى الأمام، التسديد، تسديدة مميزة جدا، والحارس يتألق ويتعملق أمام هذه التسديدة الرائعة. وليد عبد الله حارس كبير وعلى غرار الحراس الكبار في تاريخ المملكة العربية السعودية. نعم حدث ولا حرج، نعم فقط أقول محمد الدعيع وقف عندك، لما تقول محمد الدعيع وقف عندك حارس الهلال، الحارس الكبير أفضل حارس في آسيا على مدار القرن الفائت. الآن ضربة ركنية للمنتخب العماني، العمانيون يبحثون عن إفراح الأنصار. تتنفذ الضربة الركنية من فوزي بشير، خطير البحث عن الراسية، تبقى داخل منطقة العمليات، التسديد والفدائية تأتي ثم تتخلص بعيدا هناك في الصحاري العمانية. الآن كرة في منتصف الميدان، المنتخب العماني يحاول، هو أخطر، لكن أيضا السعوديون يحاولون في الهجمات المرتدة. ياسر الكاسر محاولة مرور، تبقى في منتصف الميدان، صراع بدني عالي. يا الله كرة خطيرة في الجهة اليسرى، هي المساحة التي تأتي في ظهر المدافعين، لكنها تتخلص في النهاية من محمد ربيع، مدافع مميز كلود دروا. ماذا بعد أيها الفرنسي، ماذا بعد يا ابن فرنسا، اللي يدرب منتخبات أفريقية في أغلب مسيرة، الكاميرون، السنغال، غانا في 2006، المنتخب الذي قدم مستوى جميل وخرج بعدها على يد البرازيل. هذا هو المدافع محمد الشيبة، يتميز الفريقان بخط دفاعي جيد، هناك قاعدة جميلة في كرة القدم وتحققت في هذه البطولة. إذا أردت لقب يجب أن يكون هجومك قوياً ودفاعك أقوى. يا الله هذه القاعدة، هذا هو السر، وهذه كرة لفك السر، لفك الشفرة داخل منطقة العمليات. يحاول المرور بالمهارة، يا الله من الكرة الأخيرة، المنتخب العماني يحاول ولا زال يحاول أن يفك الشفرة الدفاعية، لكن التغطية أتت عن طريق أسامة هوساوي. نعم المراوغة أتت عن طريق حسن ربيع، حاول حسن ربيع أن يصنع الربيع في هذا النهائي الكبير هنا في الملاعب العمانية. نعم المنتخب العماني يستحق، حسن الجوهر الذي قال ماذا يريد مني الإعلام السعودي، عيون خضراء وشعر أصفر، نعم ليس كل ما يلمع ذهبا، أنت هكذا رائع يا جوهر. الكرة الآن للمنتخب العماني، الكرات الثابتة، يعني شاهدنا أغلب الكرات الخطرة التي أتت على مدار الشوطين من كرات ثابتة أو تسديدات من خارج منطقة العمليات وبالذات للمنتخب العماني. الآن أعود بالمايكروفون إلى الزميل رياض. شكراً محمد. إذن كما تابعنا أحبتي في كل مكان، حوار أحمر أخضر في هذا اللقاء في نسخة الخليج رقم 19 وبحضور جماهيري يبلغ 35,000 متفرج. تستمر الأحداث، تستمر الدقائق، لكن حتى الآن تعادل سلبي، حتى الآن الأخضر حبايب مع الأحمر العماني، ونحن نبحث عن هدف سواء كان لمنتخب السلطنة أو لمنتخب المملكة. فوزي بشير اللي بيحاول، ولكن ومن خلال المتابعة حضور دفاعي مميز لكلا المنتخبين وخصوصا المنتخب السعودي في ظل رغبة عمانية. ياسر القحطاني، ياسر بيتقدم، التسديد، يا سلام ياسر، يا سلام يا ياسر، لكن 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 ما مشيت معاك يا ياسر، يا كاسر، يا ياسر، يا قحطاني. بالفعل كانت تسديدة قوية من ياسر القحطاني، ومحمد ربيع كان أيضا موجود وأعاق هذه الكرة لياسر القحطاني، مواليد 10 أكتوبر 1982، 60 مباراة دولية و 48 هدف دولي وهذا هو أحمد المرشدي أو ماجد المرشدي لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال، وإريك إبراهام الحكم الهولندي.
والحكم الهولندي يحكم بين المنتخبين العربيين الخليجيين. ناصر الجوهر دخول أيضا لنجم سعودي قادم. ناصر الجوهر يبحث عن لقب ثاني، حقق اللقب الأول مع السعودية في خليج 15 في الرياض، وقاد المنتخب لنهايات كأس العالم 2002، قاده إلى النهايات. وهذا هو خليفة عايل، خليفة عايل النوفلي موجود على تسديدة، التسديدة هذه قوية ولكن ترتطم. خليفة عايل سدد في اللقطة الماضية لكن ضاعت. مالك معاذ، ومالك معاذ تنتظره الجماهير السعودية، يخرج من بين الأنقاض، يخرج من تحت الأرض، من فوق الملعب، المهم الوصول. يلا محاولة السعودية، عبد الله شهيل موجود معك مالك، ولكن ما فيها تركيز، ما فيها الكونسنتريشن، تفتقد إلى التركيز، وبذلك تفتقد أيضا للشباك، لا تصل للشباك. إسماعيل العجمي أو حسن ربيع وفوزي بشير، حسن ربيع العائد إلى الخلف للهروب من الرقابة. ياسر القحطاني موجود ولكن تيسير الجاسم يتعرض للدفع، والحكم إريك إبراهام يقول ما فيها شيء. تعود المحاولة الآن لصالح الأخضر العماني، لصالح الأحمر العماني، وهذا هو محمد الشيبة. محمد الشيبة العودة مرة أخرى لإسماعيل العجمي اللي انطلق واللي مر واللي يحاول أيضا الوصول. محاولة عماد الحوسني ناحية فوزي بشير، والخطر، الخطر من فوزي، فوزي يبحث عن الزميل، تسديدة قوية ولكن إلى خارج أرضية الملعب. ماجد المرشدي، ماجد المرشدي وحسن ربيع، وصراع وحوار سيمتد وسيستمر، وفوزي بشير بن دوربين في تسديدة قوية لهذا التوربين. بالفعل لاعب كاظم الكويتي، و70 مباراة دولية و12 هدف، ودخول أيضا للاعب سعودي نتعرف عليه بعض لحظات. مالك معاذ ونايف الهزاني، إذا نايف يدخل أرضية الملعب، نايف الهزازي يدخل بديلا لمالك معاذ. مالك اللي بالفعل ناصر الجوهر وجد أن مالك ما دخل ولا طلع من بين الأنقاض. نشوف، نتابع العكس. الله 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 الله، يا كلود، يا لوروا، كلود لوروا مسك على شعره. خليفة عايل جاء من الخلف، خليفة عايل النوفلي بالفعل لاعب السد القطري، 59 مباراة دولية، 5 أهداف، وكان وده، كان يريد الهدف السادس، وبالتأكيد أغلى الأهداف، لأنها ستكون بعنوان لقب خليجي إذا ما استمرت النتيجة. كلود لوروا اللي مواليد 6 فبراير 1948 في النورماندي بفرنسا، بدأ مسيرته الكروية مع نادي رون عام 1968 وأنهاها مع إمينس في عام 1980، ودرب منتخبات وأندية السنغال، الكاميرون، غانا، الشباب الإماراتي. هذه كل الخبرة وده يحطها اليوم ليروح يحتفظ باللقب في السلطنة. نعم يحتفظ باللقب في السلطنة. 63 دقيقة لعب حبتي في كل مكان، لا يزال الأخضر السعودي يتعادل سلبيا مع الأحمر العماني، ودونما هدف ننتظره نحن بالتأكيد، لأن الهدف حيغير الأحداث، حيغير المسارات، حيغير الاتجاهات، وحيلعب المنتخبان بنفس جديد وبرؤية جديدة. أحمد الفريدي الفيلسوف القادم في الملاعب السعودية، 15 يذكرنا من أيام الفيلسوف في الملاعب السعودية. وياسر القحطاني اللي ما يذكرنا إلا بياسر القحطاني، ياسر القحطاني ما يذكرنا بعد، لأنه هو نجم وهو متميز بالفعل. الملاعب العمانية قدمت أيضا نجوم، قدمت سيف الحبسي، قدمت الطيب عبد النور، قدمت الحارس الجميل يوسف عبيد، كان ذلك في خليجي 10 وكان أبرز الحراس في ذلك العام، أيضا هلال حميد مع فنجة، أيضا يوسف غلام، يونس أمان، كل هذه الأسماء قدمها الأحمر العماني، ويبحث الأحمر عن لقب يقدمه هدية للجماهير العمانية في النسخة المقامة على الأراضي السلطانية. ولكن أبناء المملكة حتى الآن يقولون لا. ونتابع الآن حسن ربيع وماجد المرشدي، قاطع عليه الأنفاس، قاطع عليه المسارات والمداخل وكل المعابر. حتى الآن ماجد المرشدي ما خلى حسن ربيع ينعم بالربيع، وماجد المرشدي زعلان من قرار الحكم إريك إبراهام. ماجد المرشدي مواليد 1 نوفمبر 1984 ومدافع نادي الهلال، و12 مباراة دولية ولا أهداف.
ماجد حاول وحسن ربيع ولاعب حقيقة يسمح للملاعب الأوروبية تقوي يعني بنيان جسماني جميل جدا لهذا اللاعب اللي بالتأكيد سيكون حاضر في الأعوام القادمة. ست ضربات حرة لعمان مقابل 3 للسعودية. 65 دقيقة لعب تمر الآن ونحن الآن نتابع أحمد مبارك. فيها شيء تكسر حاجز الملل، تكسر حاجز الأصفار، تكسر الواقع الجامد في أرضية الملعب. نتابع، يا سلام، الله 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 يا كلود يا لروى، والله خايف عليك تنتفش عن راسك، خايف عليك تنتفش عن راسك. الهجمات والفرص تضيع والأهداف بتضيع، واللي يضيع واللي يروح ما يرجع. يا كلود يا لروى، يا كلود يا لروى، اللي يروح ما يرجع. 65 دقيقة اللي مرت حتما لن تعود بكل الأحداث والإحداثيات، بكل التطورات التي حدثت. وعلى الحبسي أخذها من قاصرها، وعلى الزيرو حسن ربيع 3 تسديدات و4 أهداف. خلونا نتابع الآن المحاولة السعودية، أيضا نايف الهزازي اللي دخل أرضية الملعب. إذن إلى عبد الله الشهيد، خالد عزيز يغيب طبعا نتيجة الإصابة. نتابع الآن العبسي العالية، ولكن خليفة عايل النوفلي موجود وحاضر، عماد الحوسني، حسن ربيع، حسن وماجد، تكلاكيت، والسيناريو يتكرر. يا سلام يا اسماعيل يا عجمي، ولكن أسامة هوساوي موجود. أسامة هوساوي مدافع أيضا الهلال، و24 مباراة دولية ومواليد 1984. الهلال والشباب والنصر الأندية التي تتقن بها الجماهير السعودية وحتى الخليجية بل والعربية. نعم، فنجة، السويق، يعني الشرطة، النصر، أسماء عمانية بالتأكيد هي الأفضلية للسعودية. تسديدة، يا سلام، ولكن إلى خارج أرضية الملعب، ما ضبطت مع عماد بن علي الحسني. عماد بن علي الحسني حاول في اللقطة الماضية، في الهجمة الماضية أو في التسديدة الماضية، ولكن ما ضربت معه كما كان يتمناها، كما كان يشتهيها. نتابع الآن الرد السعودي، والرد السعودي يأتي أيضا سريعا لتيسير الجاسم أو لعبد الله شهيل. وأحمد مبارك المحيجري واقع على أرضية الملعب. قلت لا لا لا، 14 مباراة في خليجي، 19 قبل المباراة النهائية، سجل خلالها اللاعبون 31 هدف، 15 هدف في الشوط الأول و16 هدف في الشوط الثاني. هذا هو الأرقام المهمة، أو هذه الأرقام المهمة من ناحية الأهداف، والهدف ننتظره، الهدف بانتظار هذا الهدف اللي قد يكون عماني من خلال الضغط في اللقطات في اللحظات الماضية، لكن لا يؤمن جانب المنتخب السعودي. السعودية تأهلت على حساب الكويت في نصف النهائي بهدف دون رد، تعادل سلبيا في الدور الأول مع قطر، وفاز على منتخبنا وأكرم منتخبنا بستة أهداف، وعلى الإمارات 3 أهداف. تعادلت بالنسبة لعمان، تعادلت مع الكويت 0-0 في اللقاء الافتتاحي، فاز على العراق 4-0، وعلى البحرين 2-0، وعلى قطر 1-0 في نصف النهائي. يعني 4 أهداف لحسن ربيع، تقريبا مسيرة المنتخبين متشابهة. يعني حتى الآن وليد عبد الله وعلي الحبسي رافضان تماما لدخول أي هدف. نعم، حتى الآن وهم الآن في الطريق وبالاقتراب لرقم أحمد الطرابلسي، لكن أن يستمر هذا الحال على الأقل حتى نهاية شوط المباراة الثاني. السعودية تبحث عن ذكريات الرياضة، تبحث عن هدف، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. كانت من نايف هزازي لاعب نادي الاتحاد، وأربع مباريات دولية وثلاثة أهداف. مواليد 1988، في هذا العام 1988 ولد أكبر وأجمل الملاعب السعودية، بل هو درة الملاعب السعودية، استاد الملك فهد بن عبد العزيز، درة الملاعب السعودية في العام 88. يومها استضافت السعودية الخليجي رقم 9، يومها كان العراق هو الأفضل خليجيا بالفعل. 21 تسديدة لصالح المنتخب العماني مقابل 5 تسديدات، وهذا هو أحمد الفريدي، لاعب أيضا مواليد 1988، لاعب نادي الهلال، أغلب اللاعبين من الهلال، أغلب لاعبي الأخضر السعودي من الهلال. عبد الله شهيل، هذا شبابي. عندما نقول هلالي وشبابي ونصراوي وأهلاوي، هذه الكلمات بالتأكيد تثير عند الكثير
عند الكثير من المحبين والمتابعين الكثير من الشجون الكثير من الآهات. الملاعب السعودية حقيقة مميزة طبعا، هذا ليس تقليلا من الأندية العمانية، ولكن هكذا الواقع يقول. أنا أتحدث بلسان الواقع بلغة الواقع. نتابع الآن أحمد الفريدي، ولكن تتخلص تعود للمنتخب العماني. إسماعيل العجمي الدقيقة 71 من عمر اللقاء، لكن مقطوعة تتخلص لعبد عطيف. عبد عطيف ناحية أحمد الفريدي، على طول من أحمد مبارك، ترجع مرة أخرى. ولاحظ الصراع يستمر والمشهد أيضا لا ينقطع. واضح الصورة تأتينا من ملعب السلطان قابوس بوشر بالعاصمة العمانية مسقط، واضحة ونشاهد من خلالها رغبة الفريق دريم تيم العماني، الفريق الأحمر، فريق الأحلام، فريق الطموحات، للوصول لمعانقة اللقب الأول، لمعانقة ساندريلا الخليج، نعم هذه الكأس الغالية التي هي صناعة إيطالية، لكن لا صنعت في إيطاليا، في أحلى المصانع الإيطالية، لكن بالتأكيد ريحة العود والبخور العماني والسعودي هتكون حاضرة في هذا اللقاء. ياسر القحطاني، لاحظ الصراع بين ياسر، نشوف يعني التكوين الجسماني الجميل، يعني ياسر القحطاني إضافة للمنتخب السعودي، مالك معاذ هداف وخطير ومهاجم خطير، لكن بالتأكيد لا يشكل الإضافة اللي يشكلها ياسر القحطاني. ياسر القحطاني يشغل مدافعين، يخوف الجمهور. مالك معاذ موهوب هداف مهاجم، قوة جسمانية جدا رهيبة لدى مالك معاذ، لكن ياسر القحطاني شكل آخر على فكرة. يعني أيضا معانا في الطرف الآخر حسن ربيع وعماد الحوسني، أيضا ممكن نقارنهم بياسر القحطاني ومالك معاذ. في النهاية الهدف والرغبة والطموح لساندريلا الخليج. كأس الخليج رقم 19 تذهب لمن؟ لحسن مظفر، لإسماعيل العجمي وتيسير الجاسم، لكن خطأ لصالح إسماعيل العجمي اللي عامل عمايل في الجهة اليمين. إسماعيل بن سليمان العجمي مواليد 1984 وتحديدا 2/6، لاعب الكويت الكويتي و24 أو 29 مباراة دولية، 11 هدف، ويتمنى يرغب في الهدف رقم 12 والهدف الأغلى بالتأكيد إذا ما استطاع المنتخب العماني أن يصل إلى الشباك، إلى شباك وليد عبد الله. لكن حتى الآن أحمد حديد، وشوف الجمهور وشوف الموسيقى السلطانية بالانتظار، والصراع بين ماجد المرشدي وعماد الحسني يأشر له، عماد يأشر لإسماعيل يقول أنا في الخلف، المتابعة تأتي من الخلف، المساندة تأتي من الخلف أيضا. لكن حتى الآن كل الركنيات، كل الكرات العالية لصالح المنتخب السعودي طبعا لفضل الفوارق الطولية بالنسبة للاعبي المنتخب السعودي. متابع الآن أحمد حديد على تنفيذ الضربة الحرة لصالح المنتخب العماني، بالتأكيد لن تكون في المرمى، ستكون عكسية عالية، تبقى الاستغلالية راسية، عماد الحسني يلا يا عماد، ولكن عماد يضيعها، تعود لنايف الهزازي، نايف الهزازي يبحث عن هجمة مرتدة، أحمد مبارك بيخلصها على طول، يذهب إلى الأمام، يبحث عن زميل، ولكن عماد الحسني كان محاصرا بواسطة عبد الله الشهيد، كان محاصرا عبد العماد الحوسني بواسطة عبد الله الشهيد. حسن مظفر أكبر اللاعبين العمانيين، يعني 1980 يلعب في الريان القطري، و43 مباراة دولية و8 أهداف حتى الآن لحسن مظفر، عالية بس مش على وليد عبد الله اللي إلى الآن يحافظ على نظافة الشباك. والله يعني شكل المباراة حتى الآن صعب الهدف إلا إذا كان لحسن ربيع راي آخر، إلا إذا كان لياسر القحطاني راي آخر، إلا لنايف الهزازي، يعني تبقى الأمور في الملعب. لاحظ الهجمات المتبادلة بين الفريقين عزيز المشاهد، أحمد مبارك بيحاول فيها ولكن خطأ لصالح أحمد مبارك المهيجري، وعلى كان الخطأ على اللاعب نايف الهزازي لاعب المنتخب السعودي ولاعب نادي الاتحاد. إذن هكذا تستمر المحاولات وهكذا يستمر الصد الدفاعي. حتى الآن إيريك إبراهام ناجح تماما في السيطرة على المباراة، هي أساسا نظيفة حتى الآن، الفريقان يلعبان كرة قدم حقيقية، تبقى المحاولات، تبقى الاستمرارية في الهجمات من جانب المنتخبين دون ما فائدة. عماد الحسني، محمد الشيبة يلا يا تيسير الجاسم، يود يتوج جهوده بلقب،
وده يتوج المجهود الجميل جدا تيسير الجاسم بهدف تيسير الاستخلاص جميل ما فيها شيء بالفعل سليمة نظيفة لعبة جميلة بالفعل من أحمد مبارك فوزي بشير ناحية إسماعيل العجمي إسماعيل العجمي يبحث عن زميل تأتي المساندة ويأتي الفتح من جانب فوزي بشير عالية أمامية لكنها سهلة 74 دقيقة لعب مان هي لم تتمكن حتى الآن من تحقيق الفوز على المنتخب السعودي في الخليجيات في كأس الخليج فازت على كل المنتخبات إلا السعودية تفوق تاريخي واضح لكن قلنا دائما وأبدا أن البطولة هذه تضع التاريخ بكل الحب وبكل الاحترام جانبا ويبقى الحديث عن مستقبل يبقى الحديث عن حاضر مستقبل زاهر للمنتخب السعودي وحاضر مزدهر للمنتخب العماني هذه هي أطياف اللقاء هذه اللقطات التي نشاهد من خلالها المحاولات العمانية والتصديات السعودية والرغبة يعني عماد يبحث عن, 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 عن ثغرة الأخطاء المرتكبة 18 للسعودية 16 لعمان 18 للسعودية خطأ مقابل 16 لعمان وكما نقول دائما أحبتي في كل مكان الأرقام التي أمامنا 0-0 هي الأهم من يحرز الأفضلية من يحرز التقدم لكن حتى الآن صعوبة والله حتى الآن كل المعطيات تشير برغم الهجوم الجارف لكن التركيز الكونسنتريشن من جانب الدفاعات السعودية والعمانية حاضر برغم الضغط العماني برغم الضغط من الأجناب من العمق من التسديدات من الراسيات ولكن دون ما فائدة إسماعيل العجمي واحد من أجمل ومن أكثر العناصر اجتهادا في هذا الملعب والعماني يحك شعره العماني يفرق الشعر يريد البطولة المصباح السحري وينه عشان يحقق لهم البطولة ولكن المصباح السحري اليوم بعيد ما فيها مصباح سحري فيها جهد واجتهاد في الملعب فيها جهد فوزي بشير عكسية عام في العام 70 العمانيون يبحثون عن لقب أول يبحثون عن نجمة يبحثون عن سندريلا خليجية عاندتهم كثير في المرات الماضية نتابع الآن عكسية موجود أوه يا عماد يا سلام يا عماد وراسية هي هذه اللي يبحث عنها العمانيون هي هذه المباغتة المفاجئة حتى الآن دفاع سعودي حاضر جميل لكن هذه راحت عليهم